الرحمن عناد جاهزون للانتصار. باتيستا قال ندرك صعوبة موقفنا، لا بديل عن الفوز، نفتقد للمسة الأخيرة، تحدث عن المباراة الماضية وعن غياب اللمسة الأخيرة. فضل عمر قال مطالبون بتحسين الصورة. هجوم للعربي، التسديدة، جول! العربي عكس سير اللعب من بداية هذه المباراة، هو اللي يبكر. ومن اللي يبكر؟ جاسر يحيى يجرب يسدد، وحين يسدد يسجل أول أهداف المباراة لمصلحة فريق الأحلام في مباراة الليلة، ثاني أهداف هذا الموسم. من يتوقع أن يسجل العربي من زاوية صعبة كهذا بالنسبة لحارس المرمى جاسم الهيل؟ ذهب إلى الكرة، لكن الكرة تجاوزت، أعلنت عن تقدم العربي بأول الأهداف عن طريق جاسر يحيى. يبدأ مبكرا اللاعب رقم 27 يحتفل بهذه الطريقة مع